اهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم ان بوكس سبورتس اللي بنلقي فيه الضوء على اهم الاخبار الرياضيه اللي حصلت في الاسبوع اللي فات. لكن قبل ما نتكلم عن اخبارنا الرياضيه خلينا نرحب بضيفتنا ولا زميلتنا ولا صديقتنا اللي معانا في البرنامج. مكان. بالظبط. ازيك يا عمر؟ ازيك يا نور؟ عامله ايه؟ الحمد لله، منورانا النهارده، ربنا يخليك. خلونا نروح للخبر الاول مباشره. مركز شباب التجمع الأول استضاف المجموعة الأولى من دوري مراكز الشباب للصم في النسخة الثالثة منه، واللي بتنفذه وزارة الشباب والرياضة. المجموعة دي هتضم مراكز شباب من محافظات مختلفة، القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم وأسيوط وسوهاج. طبعا المجموعة دي هتلعب في القاهرة. المجموعة الثانية بتضم محافظات تانية زي المنيا وأسوان والدقهلية والأقصر وإنا وبني سويف، وهتتلعب في محافظة البحر الأحمر. وبتضم المجموعة الثالثة محافظات الإسماعيلية والشرقية وكفر الشيخ وبورسعيد ودمياط والسويس، وهتتم إقامة المباريات في محافظة دمياط. آخر مجموعة معانا هي المجموعة الرابعة، وبتضم محافظات الغربية والمنوفية والبحيرة وشمال سيناء واسكندرية، مع الفائز أيضا من المجموعة التمهيدية، وهتتلعب في محافظة مطروح. وبعدين أول فرقتين من كل مجموعة هيلعبوا في دور الثمانية اللي هيتلعب في اسكندرية في شهر 4 اللي جاي. خلونا نروح لتقرير عن نهائي المجموعة الأولى ونرجع لكم من جديد. ما بنعتبرش نفسنا نادي، مركز شباب احنا بنعتبر نفسنا نادي، وبنضاهي الانديه الكبيره ان شاء الله عندنا الامكانيات متاحه زي ما حضرتك قلت وشفت بعينيك ان الامكانيات اللي موجوده هنا يضاهينا. بس مركز شباب الجزيره طبعا بحجمه والمنشآت اللي فيه، احنا بنعتبر تاني اكبر مركز على مستوى المحافظه. الدوري احنا عندنا عاملين فيه ميزه معينه بحيث ان نشارك الاولاد اللي ما بتشاركش في منتخب مصر للصوم، ما بيشاركوش في الدوره في الاكاديميه البارالمبيه، في اللجنه البارالمبيه المتخصصه في المجال دوت. فاحنا عملنا السن بتاعنا بيبتدي من 16 سنه لغايه 25 سنه، دي العينه بتاعتنا المستهدفه الرئيسيه. السنه اللي فاتت بدات ان انا اتكلم معاهم واتعامل معاهم، فهم بداوا يحفظوني وانا بدات احفظهم، بدات اتعلم اشارات، بداوا هم اللي علموني من الاخر، واخد بال حضرتك لغه الاشاره الحمد لله بقت في سهوله جدا، وانا بحركهم او بكلمهم وهم داخل الملعب. مكتب ذوي الاعاقات سياده الوزير بيهتم باهتمام قوي، المكتب بيتبع سيادته مباشره. ذوي هنقول مش يعني المفهوم او المسمى اتغير، ذوي القدرات والهمم، لان هم فعلا لديهم قدرات ولديهم همم واراده ذاتيه نابعه من جواهم، لان الطاقه دي لابد ان تستثمر بشكل ايجابي. موضوع لغه الاشاره ده بالممارسه، لان انا معاهم بقالي حوالي سنتين. الدوري دوت من هدفه يعني ان يكون في قاعده ممارسه كبيره موجوده في مصر للصوم بره الممارسين للجنه البارالمبيه، لان هم الوزاره عاوزه توسع قاعده المنتفعين من الدعم بالنسبه للصوم. والله انا بشكر ربنا، ده توفيق من عند ربنا وبمجهود اللعيبه، مش دوري انا بس، دوري انا ودور الناس كلها، وقبل الناس دي كلها دور اللعيبه. انطباع الحمد لله رب العالمين، فرقه جايه، كسبنا، لعبنا خمس ماتشات كسبنا الخمسه 15 نقطه، ما خسرناش ولا بونت، دخل فينا هدف وجايبين 21 هدف، وده باللعيبه. بيقول لك الحمد لله ان اسيوط كسبت وعشان بيتمرنوا كويس، وهو مبسوط ان هو اول سنه، لان هو الحارس اللي قبله كان منتخب مصر بس عشان السن عدى فما ينفعش يلعب، فهو جاي بيقول لك وانا بعوض صاحبي ومفيش اي مشكله. يعني بيقول لك هو بيتمرن ليه شهرين وان شاء الله في اسكندريه هيروح وهياخدوا البطوله، بيقول لك لان بطوله اسكندريه في شهر 4. بيقول لك ان هو كان في الجامعه وراح امتحن، بعد ما خلص امتحان جه لعب ماتش القاهرة كسبنا 1-0، هو اللي جاب الجول. بعد الماتش نزل أسيوط تاني امتحن اللي هو المادة اللي بعدها، وبعدين رجع لنا تاني. هو مبسوط اني انا والكابتن منتصر والجهاز اللي معانا شغال معاه، وبيقول لك ان شاء الله لما نروح اسكندرية في شهر 4 هناخد البطولة ان شاء الله. هو بيقول لك لا الماتش شايف ان هو كان ماتش عادي، بس هو كل ماتش، هو كابتن الفرقة ومنبع الفرقة بعد تعليماتنا معاه، ان كل الماتشات مفيش حاجة اسمها ماتش قوي وماتش ضعيف. الفيوم فرقة كسبت تعادلت كل ماتشاتها ما اتغلبتش. هو اصلا من الفيوم
واتنقل في القاهرة هنا اهو شهر 3 13 بيلعب في تركيا محترف. انا بلعب جلة ورمح وقرص. شهر 1 جاي مركز اول، شهر 2 جاي مركز اول، شهر 3 جاي مركز اول. الحمد لله. جودة تحتل صدارة الترتيب العالمي لناشئات تنس الطاولة تحت 15 سنة. الاتحاد الدولي لتنس الطاولة أعلن تصدر هنا جودة لعبة منتخبنا الوطني ونجمة النادي الأهلي للتصنيف العالمي للناشئات تحت 15 سنة واللي طلع يوم الخميس اللي فات. هنا جودة لسه عندها 12 سنة وبتقدم نتائج هايلة وكبيرة جدا في الفترة اللي فاتت، وكان أهمها لما قدرت أنها تفوز ببطولة الجمهورية للسيدات بعد ما كسبت فرح عبد العزيز لعبة منتخبنا الوطني الأول ونجمة نادي الزمالك بنتيجة 3-0. هنا لسه قدامها كتير عشان تقدمه لمصر، ومستنيين منها ميداليات وبطولات تانية عشان تقدر تحققها في الفترة اللي جاية، خصوصا أن حلمها أنها تفوز بميدالية في أولمبياد الشباب اللي جاية واللي هتكون في السنغال 2022. ومن تنس الطاولة لماراثون زايد، مدينة السويس استضافت ماراثون زايد الخيري في نسخته السادسة واللي شارك فيها 10,000 متسابق. حضر تسليم الجوائز بالتأكيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس والسفير جمعة مبارك سفير دولة الإمارات العربية الشقيقة والفريق محمد هلال رئيس اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد، وعارف أمين عام عارف العوامي عفوا وعارف العوامي أمين عام مجلس أبو ظبي الوطني، وطلال الشنقيطي أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية بالإمارات. لو بصينا على نتائج الماراثون هنلاقي هشام بلاني فاز بالمركز الأول وجي من بعده أحمد صابر في المركز الثاني، أما المركز الثالث فكان من نصيب عبد الصمد اليعقوبي. أما بقى لو رحنا لنتائج السيدات فهنلاقي أمنة بخيت حققت المركز الأول، ورحمة حسني حققت المركز الثاني، وجه بعدها في المركز الثالث مريم ناصر. طيب ما تيجوا نروح لتقرير عملناه من ماراثون زايد، كانت هناك كاميرا إنبوكس سبورتس، نرجع لكم تاني. النهارده يعني يوم الماراثون الصبح ده بيكون عامل زي يوم العيد الجميل كده، الشباب المصري الفئات العمريه المختلفه كله موجود بيجري بيتسابق. اكيد ده بياكد رؤيتنا وزاره الشباب والرياضه على شيء مهم جدا، الجري واسلوب الحياه اللي احنا بنعمله، بياكد على رؤيه ودعم فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحقيقه ان الرياضه تكون شيء اساسي، النمط الجسمي للشاب المصري يكون حاجه كبيره. ما هو ده يعني شيء مهم جدا اللي عبرنا او اللي تعبر عنه في النسخه السادسه من ماراثون زايد. النسخه السادسه الحمد لله يمكن انا كنت فاوندر او من مؤسسين هذا الماراثون من النسخه الاولى، وزاره الشباب والرياضه هي اللي بتنظمه بشكل دقيق جدا، وكل سنة عن سنة بيكون في خبرة واستفادة كبيرة. لكن أنا للجزء الآخر ماراثون زايد ماراثون خيري باسم اسمه الشيخ زايد، بيعبر عن العلاقة الحميمة ما بين شعب الإمارات العربية المتحدة والشعب المصري، ما بين القيادة السياسية في الإمارات والقيادة السياسية في مصر. الحقيقة في إصرار على نجاح هذا الماراثون سنة بعد سنة. هو ثلاث نسخ، نسخة في أبو ظبي ونسخة في نيويورك ونسخة في مصر. احنا بنتميز بالتنوع، احنا عملناه في صعيد مصر في الأقصر، وعملناه في طبعا القاهرة أكتر من مكان، وعملناه في السنة اللي فاتت في محافظة الإسماعيلية، السنة دي في محافظة السويس. كمان تنوع العطاء، احنا بدأنا بمستشفى 57-57 ثم أمراض الكبد ثم مستشفى الأورمان ومصر الخير ثم معهد أورام الكبد. العوائد بتكون فتح الماراثون ليه باب تبرعات من الإمارات بيروح للجهة مباشرة. كمان الجوائز السنة دي زادت الجوائز إلى 2 مليون جنيه،
غطت اكتر من 500 مشترك حجم الجوائز اللي موجوده. جهزنا للمارسون تماما وفرح الشعب السويس بالمارسون ده جميل، وبعدين اصل هي مناسبه جميله، مناسبه المرحوم الشيخ زايد ده حاجه كويسه لشعب مصر والشعب السويسي. بنحاول احنا نلبي للسويس تبقى في مستواها الجمالي وفي مستواها يبقى على مدن القناه، وان شاء الله تبقى السويس عروسه القناه ان شاء الله. رجعنا لكم من الفاصل ولسه مكملين إن بوكس سبورتس، ولسه مكملين في أخبارنا. منتخب سيدات الطايرة في الكاميرون لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة للأولمبياد. منتخبنا الوطني الأول لسيدات الكرة الطايرة بقيادة مديره الفني البرازيلي ماركو أنطونيو وصل الكاميرون عشان يشارك في التصفيات الإفريقية المؤهلة للأولمبياد اللي جاية واللي هتتلعب في طوكيو صيف 2020. التصفيات هتستمر من 5 ولحد 9 يناير اللي احنا فيه، وهيشارك فيها 5 منتخبات وهم كينيا، الكاميرون، نيجيريا، بوتسوانا ومصر. منتخبنا بيضم بين صفوفه 14 لاعبة وهم نهلة سامح، مريم مصطفى، مريم متولي، شروق فؤاد، ندى معوض، نورة معوض، فريدة العسقلاني، نرمين المنشاوي، مايا ممدوح، زينة العلمي، آية النادي، سهيلة وفيق، أيسل نديم، وآية خالد. بالتوفيق لمنتخبنا في التصفيات الصعبة واللي هينافسنا فيها بقوة منتخبين وهم كينيا والكاميرون. ومنتخبنا الوطني أيضا للدرجات قدر أنه ينجح في الفوز بلقب البطولة العربية للمضمار واللي اتلعبت في الفترة من 26 وإلى 30 ديسمبر اللي فات. مصر كسبت اللقب ده بعد ما حققت 36 ميدالية متنوعة، وترتيبها كالتالي: 14 ذهب و7 فضة و15 برونز. وجي بعد منتخب مصر منتخب الإمارات ب11 ميدالية ذهب، والجزائر حصد المركز الثالث برصيد 8 ميداليات ذهب. منتخبنا هيستعد الفترة اللي جاية للبطولة الإفريقية واللي هتتلعب في مصر برضو في الفترة من 16 لحد 19 يناير اللي احنا فيه. كاميرا إن بوكس كانت موجودة في ختام البطولة العربية وعملت مجموعة من اللقاءات مع أبطالنا، تعالوا نشوفهم ونرجع لكم من جديد. مصر عندها إنجازات في جميع الألعاب، عندهم أبطال دوليين، أبطال عالم، أبطال عرب في ألعاب غير طبعا كرة القدم وبعض الألعاب اللي احنا كنا بنعرفها بس. فأول حاجة كنا لازم نشكركم، ولازم نشكر وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي طبعا، الوزير الشاب اللي عمل إنجازات كبيرة خلال الفترة السابقة، وطبعا فرحانين بتجديده، ربنا يقدره دايما. الحمد لله الاستاد، كل الناس قالت استاد على أعلى مستوى، استاد المضمار. البطولة اللي جاية البطولة الأفريقية هتكون أقوى بإذن الله من هذه البطولة، لأن عدد الدول إن شاء الله هيكون أكبر بإذن الله تعالى. ونتمنى إن الناس بقى تيجي تشوف المضمار وتشجع اللعيبة وتشجع أولادها على استثمار أوقات فراغهم وتشجعهم على ممارسة رياضة الدراجات في هذا الصرح الرياضي الضخم. منافسة قوية جدا ما بين الدول، احنا الحمد لله متصدرين البطولة لغاية دلوقتي، لغاية امبارح ب 29 ميدالية، 13 ذهب و5 برونز و8 برونز. والنهارده ان شاء الله لسه مخلص لغايه دلوقتي محققين حوالي 4 ميداليات البنات، ولسه عندنا ان شاء الله فريق الشباب باذن الله نحقق احسن من كده باذن الله. الحمد لله البطوله كانت كويسه جدا، اختمنا النهارده يعني الايفنت التاسع بالميداليه التاسعه، وكانت حاجه الحمد لله كويسه جدا ان احنا البطوله تبقى على ارضنا، وان احنا نلعب وسط جمهور مصر وعلى ارض مصر، دي حاجه فوق الرائع. فريق الجزائري منبهر من يعني انجاز اللي قامت به دوله مصر، وهو اقامه هذا المضمار اللي يعني هو يعني مكسب للرياضه العربيه، وان نقدروا نقوموا بمنافسات وتنظيم منافسه المضمار بشكل سهل، ويعني على مستوى يعني تقدر تقول عالمي. حاجه تفرح، واول مره طبعا يقوم عليه بطوله، اول بطوله عربيه،
طبعا الامارات في مضمار هناك في الامارات اوريدي احنا متمرنين عليه وجاهزين طبعا البطوله جامد 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 وكنا في معسكر في اسبانيا عشان هذا البطوله قبلها كان من اسبوعين البطوله العربيه في اسكندريه الحمد لله حصلنا على المركز الاول بطل عربي البطل يوسف مرزا والحمد لله هنا برضو اهو شغالين لحد النهارده اخر يوم في البطوله هذه اول مشاركه لي كمدرب في المضمار للمنتخب السعودي الحمد لله مشاركه كانت طيبه باحراز ميداليتين ذهبيتين وميداليه فضيه ونحاسيه وخصوصا الميداليه الذهبيه في سباق السرعه اللي هو يعتبر من اول سباق واحسن سباق في سباقات السرعه وسباق الكيلو. اول مره نحضر هنا المضمار على هذا المضمار المعلمه التاريخيه اللي حطها الاتحاد المصري للدراجات يعني هذا مضمار على مستوى عالي ومواصفات عاليه دوليه فهذا يشرف مصر ويشرف العرب كافه. ثريا محمد من ضمن أفضل 10 لاعبات كرة سلة 3-3 في العالم. الاتحاد الدولي لكرة السلة اختار ثريا محمد لاعبة منتخبنا الوطني الأول ونجمة النادي الأهلي ضمن أفضل 10 لاعبات كرة سلة في العالم. واختيار الاتحاد الدولي ده جه بعد الأداء الرائع اللي قدمته ثريا مع منتخب مصر في بطولة أفريقيا لكرة السلة 3-3 واللي قادت فيه منتخبنا للفوز بالبطولة وكمان حصولها على جائزتين وهم أحسن لاعبة في البطولة وكمان أحسن مسجلة نقاط. ثريا السنة اللي فاتت بالنسبة ليها كانت سنة استثنائية لأنها حققت فيها جائزة أحسن مسجلة نقاط في بطولة أفريقيا 5-5 واللي اتلعبت في السنغال وكمان قادت الأهلي للفوز بالميدالية البرونزية في بطولة أفريقيا للأندية للمرة الأولى في تاريخ أي نادي مصري. شيء مشرف لكرة السلة المصرية ولكرة السلة النسائية واللي بتقدم نجاحات كبيرة جدا في الفترة الأخيرة وبنحب طبعا أن احنا نهني ثريا محمد واللي كانت ضيفتنا هنا في البرنامج بعد ما كسبت جائزة أحسن لاعبة في بطولة أفريقيا 3-3. ومن نجاحات السلة إلى إنجازات الاسكواش. محافظة الغربية احتضنت بطولة طنطا الدولية للاسكواش واللي اتلعبت من أيام على ملاعب نادي طنطا الرياضي. شارك فيها 4 دول والدول اللي شاركت في البطولة بالتأكيد رب البيت مصر والعراق وروسيا والمكسيك. النهائي كان مصري خالص بين نادي طنطا ونادي وادي دجلة وحضر ختام البطولة دي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للسكواش وكمان مجلس إدارة اتحاد نادي طنطا لتسليم الجوائز. كنا موجودين وحاضرين وكانت كاميرا إنبوكس سبورتس موجودة لكن قبل ما نخرج للتقرير عاوز أقول لكم إنه الله يكون في عون أي لاعب دولي يواجه لاعب مصري للسكواش. نروح نشوف التقرير. طنطا من الأندية الكبيرة في لعبة الاسكواش وطلعت أبطال وعندنا صرح مجمع اسكواش صرح طبعا جميل جدا ونتشرف ان احنا بنعمل دلوقتي كل سنة البطولة الدولية بطولة طنطا الدولية في الاسكواش دي بنعملها كل سنة الحمد لله بقى لنا 3 سنين دلوقتي تقريبا دي 3 سنة ان احنا بنعمل بطولة طنطا الدولية على أرض نادي طنطا في مجمع الاسكواش المحترم اللي انشأناه في نادي طنطا بالإضافة إلى الملعب الزجاجي. الحمد لله هو البطولة اللي بتتلعب في نادي طنطا واختمها النهاردة دي أحد 5 بطولات الاتحاد المصري للسكواش بيرعاهم على مستوى الأندية أعضاء جمعية عمومية للاتحاد المصري للسكواش. دي خطوة طبعا مهمة جدا 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 للاعبين الصغار والناشئين اللي هم بيبتدوا خطواتهم الأولى في عالم الاحتراف بيحتاجوا البطولات اللي زي دي فالبطولات دي بتساعدهم في تصنيفهم وان هم يتقدموا في التصنيف الدولي للمحترفين. دي طبعا تبقى بطولة قوية جدا وفاينل نهائي جامد جدا من لعيبة على مستوى عالي جدا من المهارات الفنية واللياقة البدنية. الناس هنا في طنطا طبعا كانوا سعداء جدا بإقامة البطولة في نادي طنطا على أساس دي حاجة جيدة للاعبين الناشئين والناشئات ان هم يتفرجوا على مستوى كويس زي البطولة ديت ويبدأوا يبقى ليهم هدف ان هو يوم الايام ان شاء الله يمثلوا مصر في البطولات الدوليه. كانت فرصه كبيره وفرصه كويسه جدا جدا
للاعبين نادي طنطا اللي نادي استضيف بطولة دولية كبيرة زي بطولة طنطا. ديت البطولة مشاركين فيها لاعبين من المكسيك والعراق بجانب لاعبين مصنفين من جمهورية مصر العربية، هم مشتركين في البي اس اي بره. وطبعا كانت فرصة للاعبين، هم ساعات ما بيقدروش يتفرجوا على اللعيبة دي او بيشوفوهم على بطولات قليلة جدا جدا. لا، الاتحاد ادانا الفرصة وعرض على نادي طنطا استضيف بطولة زي ديت، ودي كانت فرصة كبيرة جدا ان اللعيبة يجوا هنا. البطولة طبعا منظمة بشكل كويس جدا. انا جيت هنا يوم الثلاث، لعبت اول ماتش. احسن حاجه ان الماتش كل ماتش في يوم لوحده، فبيديني وقت ان انا اريح وان انا العب كل يوم بتركيز ماتش واحد بس، ما فيش كذا اكتر من ماتش في اليوم. فدي حاجه طبعا ساعدتني جدا ان انا اخلي تركيزي واقدم كل يوم بشكل كويس والعب ماتشاتي كلها باريحيه. يعني البطوله كانت صعبه من اول ماتش، طبعا بطوله قويه جدا وكان فيها لعيبه من دول مختلفه. يعني انا لعبت اول ماتشين بلاعبين المكسيكي وكانوا لعيبه جامده، والبطوله مليانه لعيبه كويسه وبطوله على مستوى عالي، والتنظيم وكل حاجه على مستوى جميل جدا. وان شاء الله اقدر اكرر بطولات زي دي كتير في المستقبل ان شاء الله. مصر تحصد 8 ميداليات في البطولة العربية للرماية بالإمارات. منتخبنا الوطني للرماية حقق 8 ميداليات في البطولة العربية واللي اتلعبت من أيام في الإمارات. ميداليات مصر جت كالتالي: 2 ذهب، 4 فضة و2 برونز. شارك في البطولة 9 منتخبات، وهم مصر، الإمارات، السعودية، البحرين، الكويت وسلطنة عمان، العراق، السودان وسوريا. بالتوفيق للرماية المصرية واللي بتقدم نتائج مميزة جدا في الفترة الأخيرة، وكان أخرهم أننا ضمننا صعود 12 رامي للأولمبياد اللي جاية في إنجاز تاريخي. الخبر اللي معانا متعلق بالبروتوكولات الرياضية. من أيام تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم لنشر كرة اليد في المدارس، وده في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة قاعدة الممارسة الرياضية والاهتمام بالألعاب في المدارس واكتشاف الموهوبين في جميع المحافظات. البروتوكول ده حضروا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، والدكتورة إيمان محمد نائب رئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية. وده شيء كويس لأن احنا محتاجين فعلا عودة الرياضة المدرسية، لأن ده هيقدر يخرج لنا نجوم كتير في كل الألعاب. وفكرة انك تصل لشخصية متوازنة تجمع ما بين صحة العقل وصحة الجسد هو ده المطلوب. تعالوا نروح لتقرير أخير من المؤتمر، ومن بعده نستقبل ضيفتنا رضوى عرفة نجمة مصر في الكاراتيه عشان تكلمنا عن كواليس كتير وتجاوب لنا عن علامات استفهام كتير. تعالوا نخرج للتقرير. ده مشروع مستقبلي لبناء مش بس الهاندبول لكن هينطبع على كل الرياضة المصرية إن شاء الله. البايلوت بروجكت او الدراسه الاستطلاعيه، يعني اول مشروع هيعمم بعد كده. تعاون كبير جدا من خلال اتحاد الرياضه المدرسيه، لكن احنا داخلين على بعض الرياضات الاخرى بعد نجاح هذا الموضوع. يعني المشروع ده بيقول ان كل ما الدوله زادت عددها كل ما طلع منهم مواهب اكتر، مش كده ولا القاعده والقمه؟ فده اللي انا عايز اقوله، دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تبقى حسنه على اساس ان مصر دلوقتي 100 مليون او 110 مليون، فمش اقل مثلا من 1 مليون واحد يبقوا مواهب في موضوعات مختلفه. فزي ما قال برضو الدكتور اشرف ان ده هيبقى ده مشروع بدايته كره اليد، لكن ممكن يتعمل بعد الالعاب الثانيه. تكوين شخصيه الولاد يتضمن ممارسه رياضه بشكل ناجح، مش عشان بطولات بس، عشان تطوير سلوكيات معينه والجسم السليم والعمل الجماعي والانضباط والمثابره والتركيز على الهدف. كل دي روح رياضيه واحترام الاخر، كل ده داخل في ممارسه الرياضه والفنون كمان. فاحنا مهتمين جدا بده، ببناء شخصيه الاولاد زي ما احنا مهتمين بالكتب وكده. ف
ده أول اتفاق بهذا الحجم بين الوزارتين، إن شاء الله نعمله بمساعدة مشكورة جدا من الاتحاد الدولي. وفي طريقنا لرياضات أخرى، لسه هنتكلم على الكاراتيه وهنتكلم على كرة القدم وهنتكلم على حاجات تانية كتير بنفس النموذج ده. المشروع على المستوى الكبير في أسرع مما تتخيل، تم التوافق ما بين الاتحاد المصري للمدارس والاتحاد المصري كرة اليد، ومباشرة اتصلنا بوزير الرياضة ووزير التعليم، الاثنين تجابوا معانا جدا، وضفنا لهذا البروتوكول المحلي قوة أكبر كمان للاتحاد الدولي لكرة اليد، لأن هم اوريدي الاتحاد الدولي عنده مشروع اسمه هاندبول ان سكول. فلما المنظومة دي كلها تجمعت، أعتقد ده هيبقى بروتوكول قوي جدا، تكون بدايته قوية وإمكانياته قوية، ويكون مدروس بطريقة معينة بحيث إنه يحقق الهدف منه اللي هو نشر لعبة كرة اليد في المدارس. من جديد ولسه مكملين إن بوكس سبورتس. ضيفتنا النهارده زي ما قلنا لكم قبل الفاصل هي بطلة مصر في الكاراتيه، يمكن اتعرضت لوقف لمدة طويلة جدا وهم 4 سنين، ولكن رجعت بقوة في بطولة الشارقة وحصلت على ميدالية ذهب من حوالي شهر. منورانا في الاستوديو رضوى عرفة. ازيك يا رضوى؟ مبدئيا كده بنبارك لك على الميدالية. الله يبارك فيك. لو اتكلمنا فكرة استعدادك للبطولة دي، استعديتي ازاي؟ استعدادي البطولة دي كان من 4 سنين. يعني انا من بعد في ال4 سنين كنت بتمرن، وساعات لا وساعات بس اخر سنه في 2019 دي من بدايتها كنت بتمرن جامد كاراتيه وفتنس وتاهيل نفسي وكل حاجه علشان اقدر ارجع زي ما كنت في مستوايا، اقل على الاقل في المستوايا يعني مستوايا او اكتر. والحمد لله قدرت اعمل ده في بطوله الشرق. الحمد لله. حلوه قوي. الحمد لله. طيب رضوى، يعني يمكن قصه وقفك وراها كده موضوع غريب شويه، اتوقفتي لمده 4 سنين بسبب ان انت اكلتي لحمه. احكي لنا بالتفصيل كده ايه اللي حصل. والله بصي، انا كنت في ثانويه عامه، الفتره اللي انا توقفت فيها ديت كانت ثانويه عامه، وكان برده في نفس الوقت لسه يعني رايحه السن الكبير، فكنت بتمرن كتير وفي نفس الوقت بروح المعسكرات والامتحانات والثانويه العامه والدروس وكده، فكنت على طول باكل من بره، اكتر الوقت باكل من بره البيت. فللاسف كلت لحمه من بره البيت، واتحلل لي قبل ما اسافر دوره الالعاب اللي هي 2015 كونغو. وبعد ما رجعت بقى نتيجه التحليل طلعت ان انا عندي طلعت من الماده اسمها ركتوبامين، هي دي اللي موجوده في اللحوم المجمده. اوكي، يعني الجانك فود هو السبب في ان انت اللحمه بالذات. اللحمه بالذات. انت قلتي لي حتى قبل ما نبدا ان انت تعقدتي خلاص، انت بطلتي تاكلي اللحمه من 4 سنين. بالزبط. طب يعني برضو مش فاهمه ايه القصه، يعني لو هل في لحمه او حاجه اكلتيها من بره وطلعت محقونه بحاجه معينه، انت مالكيش ذنب في ده، يعني انت مش قصده صح؟ في الكود اللي هو المنشطات، انه المد يعني اي المواد، في مواد منشطه وفي ما يشابه، يعني ما يشابه ده بيعمل نفس الحاجه ايا كان بقى هو ايه، بيخش الجسم ازاي، بس هو بيعمل نفس الاعراض اللي بيعملها المنشط ده. في ركتوبامين في ماده تانية مشابهه ليها، هي دي اللي محطوطه في الكود، يعني هو اصلا ركتوبامين هي بعينها ما كانتش محطوطه في الكود. بس هي بتعمل نفس الحاجات اللي بتعملها الماده التانية دي، بس هي دي بتعملها في الحيوانات ودي بتعملها في الانسان. اوكي. بس لو كلتي لحمه يعني بتاثر عليكي بقى، يعني هي ما بتخشش الجسم غير عن طريق اللحمه اللي هي ركتوبامين، لكن الماده التانية دي بتخش عادي، يعني ممكن تتحقن او هم اعتبروكي قصده. لا هم ما اعتبرونيش قصده، هم انا يعني هم اصلا ما كانوش عارفين انه في ركتوبامين، يعني حتى انا لجنه المنشطات اتصدمت ان الماده دي اصلا يعني اول مره، يعني انا كنت اول حاله في مصر يعني في العالم غالبا يعني. بعدها بقى كان محمد محسن بتاع الفولي، بعدها حد تاني في الكاراتيه، فالموضوع انتشر، ومحمد محسن خد 8 شهور لانه خلاص اتاكد، يعني خلاص بقى الماده دي فعلا موجوده في اللحوم المجمده. اوكي. طيب تم ايقافك 6 شهور. صحيح؟ اتظلمتي زي اي حد؟ انا تم ايقافي 2 سنين وبعد كده اتظلمت، خدت 6 شهور. خدت 6 شهور. بعدين بنقول ان هو طلع ل4 سنين، انا عايز اعرف يعني هو انت كل ما بتتظلمي بيزيد الموضوع، يعني كفايه تظلمات. انا ما فهمتش والله الموضوع، بس انا توقفت 2 سنين الاول، وبعد كده ليا 21 يوم اعمل فيهم استئناف، فعملت الاستئناف وجبت الورق اللي يثبت ان الماده ديت مش بتتاخد خالص عن طريق اي حاجه غير اللحمه، يعني بتخش الجسم الانسان عن طريق اللحمه. فلجنة المنشطات المصرية هنا نادو ادتني 6 شهور،
فنزلت في شهر 3 ست شهور ايقاف هنا في مصر عامه. هو الايقاف اي قرار بيطلع دوليا وفي مصر يعني عامه. فانا بعد ما خدت سنتين كان المفروض من 15 ل 2017 بقوا 6 شهور خلصوا في شهر 3 2016. حلو. بعد كده لعبت التصفيات في مصر هنا عشان بطوله دبي مفتوحه. كسبت التصفيات وجبت اول. بس قبل ما اسافر دبي كان عندي دوري في اسكندريه وقفوني على الملعب فانا ما فهمتش طبعا. لو انا لسه لعبت التصفيه من يومين بالظبط فاللي هو ازاي انا ما توقفتش انا وقفي خلص. كنت انا نفسي ما كنتش فاهمه الموضوع. بعدين ما لعبتش طبعا الدوري ده. بعد كده بقى عرفت ان الموضوع الوضع اللي هي النشاطات الدوليه اعترضت على سنتين وعلى 6 شهور اصلا على القرار كله. وانت ما كنتيش تعرفي؟ ما اعرفش اصلا اي حاجه مش فاهمه ان هم ليه اصلا عملوا كده. فدكتور او اصلا رفعت عليا قضيه انا ودكتور اسامه يعني انا والنادو هنا ان هي مش عاجبها القرار وطلبت باقصى عقوبه اللي هي 4 سنين. لان بقى في اقصى عقوبه للاسف. بس هي يعني اعتقد ان هي خدتها منه في اجراءات ما مشيتش صح او انه الماده ديت يعني خلاص الكود اتغير فالاربع سنين دي بقت اول عقوبه لانه في ناس كتير خدوا 4 سنين بعدها. بس الاربع سنين ما تمارسيش اي نشاط يعني مثلا ممكن تبقي في الكونغ فو جنب الكاراتيه او اي رياضه يعني. وقف رياضي يعني ما بمارسش ولا رياضه ولا بتمرن في المنتخب ولا بتمرن في النادي ولا اي حاجه ولا محلي ولا دولي ولا محلي ولا دولي ولا مسموح لي حتى اعمل ده. طب حالتك النفسيه وقتها كانت عامله ازاي وانت بتتوقفي في الملعب وقبلها بيومين انت كنتي في التصفيات؟ انا رد فعلك كان ازاي؟ رد فعلي انا كنت مستغربه لدرجه ان انا مش يعني انا مش مستوعبه يا جماعه انا مش هنطلع من على الملعب يعني انا كنت واقفه فعلا على الملعب وكان الدوري ده يعني كنا اول اسبوع عاملين كويس فاللي هو لو ماتشات كانت مش صعبه كنا هنجيب الدرع. فانا قلت لهم يا جماعه مش هطلع انا لسه لعبت تصفيه من يومين ازاي انتوا بتتكلموا ازاي؟ فالموضوع وقف واليوم وقف كله ما لعبوش في اليوم ده حاجه لحد ما اتاكدوا يا جماعه لا ده هي توقفت امبارح الساعه 8 بالليل. لو انا ما اعرفش يا جماعه كنت في اسكندريه اصلا. بس فساعتها بقى طبعا نفسيتي انا كنت يعني مش مستوعبه الموقف. في اليوم ده ما كنتش مستوعبه ومش مصدقه يعني اوكي ماشي مش هلعب الدوري بس يعني اتصرفوا انا لازم اسافر البطوله وطلعت التاشيره وكنت خلاص مسافره. لكن حالتي النفسيه بعد كده طبعا يعني بعد الموقف ده يعني لان انا خلاص وقفي كان خلص فكنت نفسيا ارتحت. بس بعد الموقف ده فضلت بقى سنه ما يعني مش بتمرن نفسيتي وحشه جدا مش مصدقه انه 4 سنين ده كتير قوي ان انا افضل سنتين كنت بقول عليهم كتير ما كنتش لسه قضيتهم. فاللي هو اربع سنين ده حياتي كلها يعني اللي هو انك كنت ممكن تنسي الرياضه اصلا اللي هو كان ممكن ابدا في رياضه جديده وبرضه اخش فيها منتخب يعني بالظبط يعني هو كان ممكن ابدا من جديد خالص في حاجه ثانيه خالص فاللي هو بقت الرياضه فور فان بس. طيب احيانا لما بيقع عليك قرار بتحس انك مظلومه بيبقى في بقى سكك كده يعني تعرفي ايه من خلالها ترجعي تاني بطرق ما. سمعنا انه اتعرض عليكي جنسيه مختلفه او ربما اسم مختلف وتقدري تلعبي تاني. احكي لنا القصه الموضوع ازاي؟ 2017 بعد ما طلع لي القرار على طول ان انا توقفت 4 سنين ده كان شهر 1 2017. شهر 2 جات لي دعوه من جورجيا ان انا اروح اتمرن هناك وكده. بعدين رحت اتمرنت عادي وكنت بتمرن اللي هو خلاص كان طبعا فاضل لي سنتين فاللي هو بتمرن عادي بس مش في دماغي ان انا العب باي حاجه. كنت رايحه شهر بس. بعدين قالوا لي هناك بقى نعمل اقامه. عملت اوريدي اقامه وقالوا لي بقى ان احنا عايزينك تلعبي معانا وعشان طوكيو 2020 وكلام ده يعني انه في فرصه انك تتاهلي ولو انت رجوعك هيبقى قبل 2020 فده هيبقى فرصه كويسه. و بس فساعتها بقى بصراحه يعني انا كنت ما فكرتش ان انا اتجنس بصراحه. انا كنت هناك وكانوا بيعاملوني كويس جدا رئيس الاتحاد والمدربين واللعيبه كانوا بيعاملوني كويس جدا جدا. بس ما حبيتش ان انا العب باسم تاني غير مصر يعني انا لعبت كتير باسم مصر وسنين وانا لسه ناشئين يعني في المنتخب. الصور دي ايه يا رضوى؟ دي في بطوله الشرق؟ دي بطوله الشرق دي كانت اللي هي في شهر 11. اوكي. البنت التانيه دي كانت من ارمانيا لعبت معاها فاينل. طب احكي لي دي 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 دورة الالعاب دي زمان بقى دي قبل ما توقف دي السبب ان انا توقف ده قبل الوقف. طب هل ده كابتن جورجيا ده المدرب ده كان لان هما كانوا موجودين في بطولة جورجيا وكانوا يعني مضمين من لعبي اللي هو انت يا ريتك كنت معانا وكيف هو اتصور معايا في البطولة. بس برضه لعبت الكاراتيه بتاعتنا ومش هتلعب باسم حد تاني ما شاء الله. ودي كانت دي برضه في نفس لا لا دي بطولة تشيك دي أوكي. كانت 2014 قبل دورة العاب برضو اصل انا سافرت 2 دورة العاب واحده شباب والسنه اللي بعدها على طول كبار. دي برضو في بطوله الشرق.
طيب رضوى، هل المسؤولين عن المنظمه المصريه لمكافحه المنشطات كان في حد فيهم متعاون معاكي، حد انت صعبانه عليه، ولا كانوا بيتعاملوا معاكي على ان انت حاله عاديه جدا؟ لا بصراحه الفتره الاخيره دكتور اسامه غنيم ودكتور هناء لا كانوا بيتعاملوا معايا ان انا مش صعبان عليهم، بس هم يعني عارفين ان انا ظلمت. دكتور اسامه عمل مؤتمر وطلع قال فيه ان رضوى عرفه اول حاله، وده كانت حاجه احنا مش عارفينها، وهي فعلا اتظلمت، وفعلا يعني هم بصراحه اخر فتره كانوا حابين ان هم يساعدوني باي حاجه. يعني حتى لما كنت بروح انا حللت 3 تحليلات، المفروض قبل ما انزل اي بطوله بعد الوقت احلل 3 تحليلات عشوائيين، حللوا لي التحليل وفضلوا معايا بصراحه، كانوا كويسين معايا بالذات اخر فتره، لان اخر فتره دي اتاكدوا فعلا ان انا موضوع خارج ارادتي خالص، يعني موضوع انا ماليش ذنب فيه تماما. عندك 4 سنين، 4 سنين كانوا قاسيين، كانت تجربه صعبه جدا. اتعلمتي ايه؟ تعلمت الصبر طبعا طبعا طبعا، لانه كتير الناس كتير بعد ما نزلت اللي هم انت ازاي عندك فكره انك تنزلي اصلا، خلاص يعني عيشي حياتك بقى حياه ثانيه، يعني دراستك حياتك الشخصيه غير اللي هو غيري طريق الرياضه. بالظبط، غيري طريق الرياضه، لانك انت خلاص يعني. فلا ما كنتش باخد، يعني كنت باخد كلامهم ان هم لا ده كلامكم مش في دماغي خالص، انا بالعكس لسه عندي امل ان انزل والعب وارجع تاني مستوايا. اتعلمت ان انا ما اكلش حاجه من بره. لا دي انا اتعلمتها من اول يوم، ما تاكلش اي حاجه من بره بالذات اللحمه، دي حاجه بيقولوها لنا من واحنا صغيرين بلاش. بالظبط والله بره. انا هي الفكره ان الثانويه العامه فعلا بتبقى جايه، يعني حتى كنت ارفع من ميزاني مثلا، دلوقتي في الثانويه العامه تخنت 2-3 كيلو بسبب انه الثانويه العامه ديت بتبقى تغيير في كل حاجه، يعني توتر فبتاكل. لا وكمان انا رايحه، يعني انا الثانويه دي قضيتها بالظبط، انا بطلع يعني مستر بيستناني في البيت، انا باجي من المعسكر عليه اخلص واخده وانزل واروح المعسكر، يعني هو بيستناني في بيتي. لو فعلا كانت سنه صعبه جدا، تمرين كل يوم ودراسه كل يوم ومذاكره، وكنت عالم رياضه، فاللي هو عايزه اخش هندسه في نفس الوقت، عايزه ابقى بطله في الكاراتيه، فالدنيا كانت ساعتها يعني. بس يا نوره خرجت لنا شخصيه قويه، قاعده وراسيه وبتتكلم معاها لسه بنوته صغننه. طب دخلتي هندسه ولا لا؟ دخلت بجد. طب حلو، يعني يمكن ده خلاني تفرغ. انا مامتي قالت لي ان انت لو كنت في، يعني لو كنت لسه في مثلا ال4 سنين دولت في الكاراتيه ما كنتش هتخلصي. ده حقيقي. فالحمد لله عملت حاجه، يعني الحمد لله طلعوا بحاجه كويسه. طب هل اتحاد الكاراتيه وقف جنبك في الفتره دي؟ في ناس دعمتك ولا لا؟ بصي هو في ناس دعمتني بس مش من الاتحاد بصراحه، يعني انا دعمني هما في 3 كباتن، كابتن الكاراتيه بتاعي كابتن حسام عاطف، ده دكتور في تربيه رياضيه، ده دعمني نفسيا بصراحه، وهما وكابتن احمد سعيد ده مدرب الفتنس، ومحمود حمدي ده مدرب تاهيل الاصابات وفتنس وكل حاجه، هما الـ3 دول اكتر ناس كانوا واقفين جنبي. يعني محمود ده كان واقف جنبي من 4 سنين من ساعه ما توقفت، واحمد كان معايا بطوله دبي، دكتور حسام هو مدربي الكاراتيه، فالناس ديت هم اللي دعموني نفسيا ان انا اقدر اكمل. كنت ساعات بيجي عليا وقت طبعا ده طبيعي ان انا احس ان انا خلاص، يعني لا بلاش انزل تمرين، انا حاسه ان انا ياس بقى، يعني ساعات بيجي لي ياس، بس الناس دي هم اللي وقفوا جنبي وحسوني لا انت لسه في امل ولسه بطله ولما ترجعي هتكسبي وكده. ده في التمرين؟ ده تمرين التاهيل ده، دي من سنتين. اوكي. دي كمان. انا لو كنت شفت الفيديو ده قبل ما التقي بيكي كنت خفت جدا. كان جري. ده في التمرين انا بلعب اللعب دوت بقى في يعني على ناس، يعني في الماتش بضرب ده في حد. بما انه نفسي والله تجربي هنا يا رضوى في الاستوديو. مع عمرو مثلا. لا 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 مش كده. بما انكم اصحاب القوه، عالم الكاراتيه للبنات تحديدا، ما بتحصلش كده موقف مثلا واحد تقدم لها عريس لما عرف انها لعيبه كاراتيه خاف، يعني الحاجات الكوميديه دي؟ والله هو بيحصل، بس انا ما حصلليش، بس هو مش بيخش اصلا، يعني هو ما بيلحقش يخش. هو بيعرف ان انا بلعب كاراتيه، فاللي هو بيمشي بياخدها من قصرها كده، اللي هو لا بلاش. بس الاكتر يعني اصلا بحس ان انا مش بتاثر قوي، يعني شخصيتي انا كرضو شويه بحاول والله، بس مش قوي، يعني بحاول افصلها شويه عن الكاراتيه، يعني شخصيه اللي هي اللي بتلعب كاراتيه او في الملعب بتبقى يعني تكذبي يا رضوى.
يعني عشان انا عرفت ان انت كان في مره مع اختك وجوزها في العربيه، دي المره الوحيده والله، وخناقه حصلت ما بين جوز اختك وعربيه جنبه وانت نزلتي ضربتي الراجل. ما والله دي حصلت غصب عني، لان انا كنت هو جوز اختي سايق العربيه وانا واختي ومامتي، وبعدين الراجل عمال يعني هو ما رضاش يتكلم معايا عشان احنا بنات في العربيه وكده، فالراجل ابتدى يزود فيها وكان معاه واحد كمان او اتنين كمان، هو نزل اتخانق معايا وهو دكتور اصلا جوز اختي دكتور، فاللي هو محترم قوي مش عارف يعني يتخانق فاللي هو الناس بقى شايفينه فاللي هو بيزعقوا اكتر، فما قدرتش امسك بقى انا الرضوى اللي جوايا بتاعت الكاراتيه طلعت غصب عني. انا فعلا كنت ساعتها لابسه بقى جينز وشكلي كويس، فاللي هو الناس الراجل بيقول لي انت بنت ولا ولد ولا ايه، ضربتي الاثنين؟ في واحد ضربته فالدنيا اتقلبت لانه بنت بتضرب ولد، فالناس ابتدوا يحوشوا وقالوا يا جماعه طب خلاص طب اركبوا العربيه وامشوا واحنا اسفين، هم اتصدموا اللي هو انت بتضربينا بس بجد. هو طبعا الاساسيات اللي بتعلموها في الكاراتيه او اي رياضه قتاليه ان انتوا ما تتعلموش ده في الشارع او تبتدي تكنترولي نفسك. ماشي بس هي بتدافع عن نفسها. هو احنا يعني انا الرياضه ده اصلا يعني رياضه الكاراتيه او اي رياضه عنيفه بتبقى دخولها اصلا يعني الاولياء الامور بيبقوا يعني اول فكره في دماغهم ان انا عايزه ادخل ابني ده رياضه زي دي عشان يحافظ على نفسه لو حصل له حاجه في الشارع. صح. بنت او ولد بقى. الكاراتيه ميزته ان هو رياضه يعني هي معناها اصلا انه رياضه اللي هي اليد الفارغه اللي هو من غير اي سلاح اقدر ادافع عن نفسي. طبعا في الاول او انا عامه مش ببقى عايزه ان انا اضرب حد وكده، انا ببقى دماغي كلها عشان انا بروفيشنال فدماغي كلها في البطولات والحاجات دي، لكن لو حصل لي موقف زي دوت بيبقى بضطر اضطراريا ان انا اعمل كده والله. يعني هي حصلت لي مره واحده. مش المشكله في الغريب، المشكله ان شاء الله بعد ما تتجوزي في جوزك هنقعد جنبه ازاي؟ ليه يعني هنا علاقه؟ هي مش معنى ان هي بتلعب كاراتيه تضرب جوزها. ايوه عشان انا الناس فاهمه غلط، بس انا والله غير خالص. الست بتعرف امتى تبقى انثى وامتى تبقى تطلع الكاراتيه اللي جواها. بالظبط. بس ان شاء الله ما احتاجش يعني ان انا اضربها. بس الناس اللي وقفت جنبك ودعمتك وسندتك مهما لو ما كانش جواكي دافع من جوه ما كنتيش كملتي وتوقفتي الاربع سنين دي ورجعتي تاني، فكانت البدايه ازاي والحب بدا ازاي عشان تقدري تستمري كده بالقوه دي؟ بص هقول لك، انا هي دي حقيقه طبعا، انا لو انا مش جوايا حاجه ان انا مثلا جوايا حتى لو ظنت ان انا عايزه ارجع تاني ما كنتش هرجع حتى لو حد لو الناس كلها وقفت جنبي. بس الفكره الناس ديت فعلا طبعا اولهم خالص مامتي هي اكتر حد تعب معايا في الموضوع ده، لان انا نفسيا كنت يعني ساعات كتير كنت مش عايزه اطلع من البيت، اللي هو يا جماعه انا مش عارفه اتكلم، ناس بتبقى يعني بتعمل حاجات عكسيه على الفيسبوك او كده، دي الموقوفه ازاي تنزلوها ازاي تعملوها الكلام ده، فالحاجات دي كانت بتضايقني جدا. لا بس عايزين البدايه خالص، بدايتك مع الكاراتيه. بدايتي خالص اول ما بدات كاراتيه بدات وانا عندي اربع سنين بقالي سنين كتير. مع ان عادة في السن ده بيبقى دايما كل المامهات كده عايزين البنات يروحوا يتدربوا باليه، سباحة، الحاجات. مامتي بقى كانت بتلعب كاراتيه زمان قوي. اوكي عشان هي فهي واختي، انا ليا اختين كبار فاختي الكبيره كانت بتلعب، فهي كنت بروح معاها كده يعني بتفرج عليها بس، بعدين بقى ابتديت ان انا احب ان انا العب اللعبه وانا لسه صغيره، كنت شقيه جدا عايزه اضرب الناس بقى. عايزه اضرب الناس انا جوايا، عايزه بحب ان انا يعني لا انا عايزه اضرب. حتى الكاراتيه كانت كوميتيه، انا فضلت الكوميتيه اكتر عشان هو في فايت واحس ان انا بصيح كده وبعمل قوه يعني. يعني تخاف منك بجد؟ لا والله انت اللي خايف بزياده. يا نوره بصراحه قلقان جدا. طيب رضوى، اكيد برضو بعد الفتره اللي انت تعرضت لها في قصه الوقف ده في حاجات انت اتعلمتيها، زي ما كان عمرو سالك، تنصحي بايه زمايلك اللي هم حاليا بيلعبوا حاجه انت اتعلمتيها ما يعملوهاش، او حاجه يحافظوا عليها ويستمروا عليها عشان يكبروا اكتر؟ طبعا اول حاجه طبعا ما يكونش مباراه، دي انا بنصح الناس كلها بيها. غير كده ان هم يكون عندهم يعني القوه والاراده ان هم يقدروا يكملوا حتى لو حصل لهم اي وقوع او اي خساره في اي حاجه، خساره في بطوله هنا في مصر او في بطوله بره، الموضوع مش بيقف على الخساره او مش بيقف على خساره اي حاجه يعني ايا كان. يعني مثلا انا خسرت اربع سنين من اللعب، موضوع معايا ما وقفش يعني ما وقفش ان انا خلاص مستواي راح او ان انا مش هقدر اكمل تاني او انا مش هقدر اكمل حياتي عامه، لا. فهو اللي انصح بيه ان احنا يعني نخلي عندنا اراده وقوه ان احنا نقدر نكمل ايا كان يعني ايه السبب. صح. اهم حاجه عرفه البطله المصريه في الكاراتيه، نورتينا. بنحبك كشعب مصر، بنشجعك. ولأولياء الامور يا جماعه، دي النتيجه لما بتركزوا قوي على انكم تدوروا على شغف ولادكم وعلى مواهبهم وتقدروا تستخدموها صح وتوظفوها صح، دي النتيجه. شخصيه متكامله متزنه ناجحه في سواء على مستوى الدراسة أو على المستوى الصحي والبدني. نتمنى أولياء الأمور ياخدوا بالهم من ولادهم ويغامروا في النقطة
اللي تنجح وتكسب. نشوفكم الحلقة الجاية في إنبوكس سبورتس.